مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي ديميل، نحن سعداء نلتقي بكم في هذا الحوار القصير هنا في قاعة الحرية فريدوم هول، ونحن في اجتماع مجلس التحرير للحركة الشعبية، ومعنا واحدة من الناشطات في الحركة الشعبية أو الأداء البارزات المناضلات، كومريت ربيكا جشوة. أهلا ومرحبا بك في ديميل. شكرا جزيلا. أوكي. كومريت ربيكا، جنوب السودان مر بظروف حرب، بعد السلام أو بعد الاستقلال مر جنوب السودان بالحرب، وكان منطقة أعلى النيل، وبما أنك من منطقة أعلى النيل شهد كثير من الصراعات، المشاكل والضحايا والتشرد، وأخيرا في هذه الأيام برضو في منطقة فشودة فيه هجوم كثير، وأننا شفنا في الأخبار أنتوا قابلتوا الرئيس واتكلمتوا، وكان ده قبل الهجوم، لكن حصل تطورات هجوم حتى أدى أنه المجزات وحياته أصبح في الخطر. ففي ضوء هذه الصورة والأحداث، أنت من منطقة أعلني اللي بتشوف التطورات دي كيف قراءتك للأحداث؟ شكرا جزيلا لهذه الفرصة. وعاوز أقول أنه المآسي كثيرة، رغم أنه البلد حاولت أن تغير الأحوال وتحول البلد إلى بلد جديدة مستقلة ومستقرة، إلا أنه في بعض الحيين طبعا في ناس ما شاطرة في عملية السلام. بالنسبة للمنطقة بتاعت أعلى النيل، عاوز أقول أنه أنا عضو في الحركة الشعبية وفي نفس الوقت عضو برلماني وبمثل مقاطعة فنيكان في ولاية أعلى النيل، فلي لصق شديد جدا بهذه المشاكل اللي بتحصل في البلد، واهتمامي بها كبيره جدا، رغم انه نحن كقياديين بنهتم بكل الهدوء اللي بنحتاج له في البلد، لكن كممثل المقاطعه وممثل اعالي النيل يعني لي مسؤوليه كبيره جدا. يمكن ارجع ورا بسيط لهذه المشاكل. في شهر 8 الفات يمكن قليل قبل بداية الشهر حصل هجوم جاي من المنطقة بتاعت جنقلة، ونحن طبعا نتكلم عن أعلى النيل، فالهجوم جاي من جنقلة وفي منطقة تونجا اللي هي أقصى جنوب الشلق حصل هجوم والمواطنين جروا. وديل السيء في الموضوع انه ديل المواطنين اللي كانوا في مناطق النازحين او اللاجئين اللي مشوا لحدود جنوب كردفان، فديل نداءنا للسلام وايماننا انه السلام جات في البلد ولازم ننفذ السلام اللي احنا مضيناه في 2018. عملنا نداءات كبيره جدا مع ناسنا وقلنا لهم ارجعوا البلد، فالناس دي جات لغاية تونجا. ناو في منطقة تونجا حصل هجوم من آليات ومجموعات جاية من جنقلة، والناس دي جرت، حاجة مؤسفة طبعا، لكن قدرت الناس تجري ودخلت لغاية ما ناس الأمم المتحدة فتحوا لهم حتة في فنيكان كاونتي اسمها أدوديام. كمعسكر الأمم المتحدة بتقدر تساعد الناس ديل عشان يقول لهم أكل ومساعدات، وليه؟ لأنه في فيضانات في المنطقة، وما دام الفيضانات كانت عالية ومعظم المنطقة مليئة بالموية، منطقة أدوديام طلعت شوية أعلى حتة، فالناس استقرت هنا، قعدت هناك، ما أخذوا زمن كبير عشان يقعدوا في المنطقة. طوالي تاني جه هجوم، الهجوم جات من حتة اسمها ديال. ديال دي من المناطق بتاعت شلو كينغدوم تبع مناطقنا، لكن فيها الجيوش بتاعت SPLM-IO، فإنها جات من ديل دي فيها إشارة الأصابع، وإنه يجوا يهاجموا المواطنين في منطقة أديديان اللي هي معسكر للنازحين، دي حاجة طبعا مؤسفة جدا.
فالناس هاجموهم، بس بعد ما المنظمات نزلت لهم الأكل والمساعدات والناس جرت ولزوهم، الهجوم جاء من الناحية تحت الغابة وجاءت لزتهم على أطراف البحر. ناس كثيرة وقعت في البحر وناس غرقت وناس ما لقوهم، خاصة الأطفال والعجائز. فدي شيء مؤسف جدا حصل في شهر 8 الفات. المواطنين ديل نزحوا جروا لمراكال ودخلوا بعض منهم في المدينة، والولاية حاولت تعسكرهم في المدارس، لكن عددهم كان كبير جدا ما يقارب 8000. فديل خافوا برضه لأنه مراكال كان فيها مشاكل كثيرة جدا في الفترة الماضية، وخاصة القتل اللي كان حاصل. فالمواطنين قالوا أخير يخشوا معسكر الأمم المتحدة اللي هي POC of Protection of Civilians Camp. فدخلوا المنطقة ونحن كقيادات حاولنا بأي طريقة إنه نشجعهم إنه يقعدوا في مراكال المدينة، لكن كانوا خايفين جدا لأنه مراكال أصلا مهجورة لفترة طويلة. فخشوا المعسكر، تكلمنا مع الأمم المتحدة إنه تأخذ مسؤوليتهم، لكن في نفس الوقت المعسكر مليان والعدد كبير جدا. المعسكر فيه حوالي 42-45 ألف، ودخلت فيها الأعداد الجديدة دي، فاضطرت إنها تخلق لهم أرضية ثانية غصبا عنها. فده حاجة مؤسفة جدا. المواطن حاول يستقر في الأمم المتحدة في الـPOC، لكن منطقة بنيكان زي ما قلت دي مقاطعة واحدة. الهجوم لسه ما قلنا منو الهجم، ده ما يسمى بميليشيات النوير اللي بيسموهم الجيش الأبيض. الجيش الأبيض عدد من شباب أقوياء مسلحين مدربين، عددهم كبير جدا بالآلاف، وديل بيجروا عبر المنطقة بشيء يعني ممكن نسميه بالإنجليش إنفيدرز، وهم بيكسحوا أي حاجة قدامهم. كسحوا المواطنين، كسحوا بيوتهم، حرقوا البيوت وشردوا المواطنين، ودخلوا من مقاطعة كامل مشوا لمقاطعة ماكال، وشاكلوا في مقاطعة ماكال، وقتلوا المواطنين في مناطق ماكال المقاطعة اللي هي في البر الغربي. وبعد كده واصلوا ماشيين لأقصى الشمال اللي هي مقاطعة فشودة. الجيش الأبيض ده السؤال معاهم ومنظمهم منه ومتابعهم منه والبديم السلاح منه، لأنه نازل بتقول إن هم جايين مناطق الشلو أو الشلوك ودارين يأخذوا الأبقار ودارين يحتلوا المنطقة، ودارين في نفس الوقت يصلوا لغاية فشودة اللي هي العاصمة بتاعت المكتب فشودة سيت أوف ذا كينغدوم، ودارين يقتلوا المك ودارين يقطعوا راسه. ده شيء طبعا غريب جدا وشيء مؤسف جدا. احنا قلنا يمكن ده كلام، لكن برضه ورونا انه في كجور اسمه مقاتش. الكجور ده جاي من منطقه ايوت في جنجوليه، وقاعد في نص جيش ونص ضباط. ليه ما في زول بيتكلم المسؤول ده في المنطقه بتاعت اسبيله مايو؟ فيها قيادة. بعدين المؤسف جدا طبعا انه نحن في شراكة بتاعت الحكومة، فنحن كلنا بنتكلم عن السلام. انا بعتقد انه مفروض القيادة بتاعت SPLM-IO تهتم بالمواطن. حسي الهجوم بقى اكبر من كبير، كسح المقاطعة الاولى بنيكان، كسح المقاطعة الثانية ماكال، ودخل المقاطعة الثالثة اللي هي فشودة، وبطالب براس المك. ده له تأثير كبير جدا على عملية السلام، ونحن بنترحم على أرواح المواطنين اللي اتقتلوا في المنطقة والمعاقين، قتلوا الناس العجائز الكبار اللي ما بيقدروا يجروا، والعميانين قطعوهم بالبانغاس وضربوهم بالسلاح، وبرضو الأطفال، في أطفال قطعوهم سلوتت وشالوا الأبقار. بعدين الناس دي ماشوا هي عارفة لأنه بيعرفوا الطريق، ولما يجوا بوراهم بتدسوا
وأعدادهم بتزداد كل مرة. فعاوز أقول إنه اللي بيحصل حسي من تشرد ومن قتل شيء مؤسف بالنسبة لمنطقة شالو، مما أدى إنه الحكومة أخذ موقف إنه يطلع المك من المنطقة، لأنه في نص الزحمة دي ممكن يحصل له شيء، وزي ما قالوا هو تارجت ده برا من المواطن العادي. احنا طبعا في منطقه بتاعت مانيو، يمكن ده المقاطعه الرابعه، وهم وصلوا للمنطقه بتاعت النازحين اللي اسمها ابروج، وبرضو طلعوا المواطنين من هناك وقتلوا منهم وبقوا يعملوهم كشيلد. فاحنا طبعا اخذنا دورنا كقيادين، كنا في البدايه بنناشد، تاني بيجينا يعني تكندم الكتل الحصل، لكن في قلوبنا كنا بنقول انه نحن دايرين نتاكد انه السلام ده لازم يستقر، لانه نحن دعاة سلام ونحن المسؤولين من تنفيذ عمليه السلام، وفي الوقت الحالي كل واحد لازم يخط يده في عمليه السلام. نحن اخذنا خطوه في الفتره السابقه، تكلمنا مع المسؤولين ومع الامم المتحده لتدخلهم للمساعده. آخر مرة اضطرينا نمشي إلى رئيس الجمهورية، رئيسنا سلفا كير مايادين، ونحن قلنا له جايين عشان نرفع موضوع مناطق مملكة الشلو والهجوم الغادر عليه وقتل المواطنين، ونحن طالبنا من سيد الرئيس إن احنا دايرين حماية المواطنين. فبنشكر السيد الرئيس إنه استقبلنا وهو ورانا إنه ده ما وقت الحرب، ولازم يكون في استقرار في المنطقة بتاعت مملكة الشلو أو المقاطعات بتاعت الشلو، لأنه الموت الحالي موت مشين. السيد الرئيس برضو وعدنا إنه هو يطلب اجتماع مع يا إما في مجلس الوزراء عشان يناقشوا الموضوع ده، أو ينادي اجتماع بتاع الرئاسة عشان يتكلم مع زملائه في الرئاسة عشان يشوفوا حل للي بيحصل في هذه المنطقة. فنحن بنشكر السيد الرئيس، وبرضه بنناشد القيادات الثانية اللي في شراكة معنا في الحكومة إنه ده وقت الاستقرار وده وقت بتاع السلام، فما في داعي شعب جنوب السودان يموت في الوقت ده. احنا كمان كقيادين قلنا عاوزين نقابل زملائنا الجايين من المناطق بتاعت فانجاك، المناطق الجايه منها الانفيدس ديل، الجيش الابيض بتاع النوير. نحن ما عاوزين نتكلم عن النوير كقبيلة، لأنه نحن قبائل بتاع جنوب السودان، قبائل محبة للسلام، قبائل بتنظر للمستقبل كبلد واحد. وقبل كده نحن عشنا مع بعض في ولاية عالي النيل كشعب واحد، ولسه بنطالب إنه دايرين نعيش كشعب واحد، لكن قلنا برضو دايرين نتكلم مع القيادة هناك إنهم يتكلموا مع أولادهم. ما ممكن الشباب هم دعامة البلد يكونوا هم اللي بيحاربوا. وبعد توقيع الاتفاقية ونحن حس في رود ماب في فترة تنفيذ السلام، فنحن اوريدي تكلمنا مع شخصيات ما عاوز أشكرهم هسه، والليلة بالذات الساعة 1 عندنا اجتماع معاهم، وعاوزين نشوف نحن كقياديين مسؤولين في البلد ناخذ دورنا في إرساء داعم السلام، نتحدث مع مواطنينا إنهم يستقروا، وما عاوزين حرب، كفاية حرب، وده زمن بتاع عملية السلام. فعاوزة أترحم على أرواح المواطنين اللي راحوا في هذه الحرب، والمرضى إنهم يلقوا دواء، والأطفال المشردين، ما المشردين، الفروا، لأنه أنا في اتصالات دورية مع المناطق المجاورة. أول امبارح في مجموعة كبيرة من الأطفال حوالي 80 طفل في منطقة ملوط، ديل قطعوا البحر للبر الثاني بتاع ملوط، ما عارفين أمهاتهم وأبهاتهم، وأصورهم كلها موجودة
ومبارح بالليل أنا لقيت تلفون بقولوا لي في مرأة وضعت في منطقة هي بعيدة، بكون جاء الوضوع في الجري وعاوزين إن إحنا نشوف طريقة نصل لهم. فنحن تحدثنا مع الحكومة بتاعتنا وبنشكرها، تحدثنا مع الأمم المتحدة ووعدونا، شغالين في إنه نتكلم مع أخواننا في المناطق جايين منا الجيش الأبيض، وإنه السيد الرئيس هيتكلم مع زملائه. دي خطوة كويسة، بنتمنى إنه الموضوع ده يجيب ينتهي. منطقة الشلق لازم ترتاح، ملكال المدينة بتارجت تكلم كله اللي كان بيحصل لازم ترتاح، والمناطق بتاعتنا ما فيها مواطنين لازم يرجعوا لمناطقهم، لأنه ده زمن للاستقرار. وعدد الضحايا الناس اللي قتلوهم تقريبا كم؟ عندنا أعداد متفاوتة، و يصعب إنه أنا أدي فجر معين، لأنه في ناس ماتت في الموية في الفيضانات، في ناس ماتت في البحر، أو في ناس ماتت في الغابة هناك، لكن العدد كبير لأنه في داخل جوبا هنا في بكايات all over. كل يوم في خبر، وداخل المناطق هناك الناس فقدت أهلها ما عرفت تلقاها وين. فلو عندك 8000 جرى وفي تانين قطعون ببانغاز وتانين ضربون بالسلاح وبمشين غانز، انت بتتوقع انه العدد ده بيكون كبير جدا. ما عندي فقه سيدي، لكن العدد كبير، عدد كبير. الأسبوع الماضي إحنا مجموعة من الصحفيين مشينا ملكال وحضرنا تخريج القوات الموحدة. هل القوات الموحدة ده هيكون عنده تأثير في استقبال الأمن؟ ده السؤال الأول. ثاني حاجة، كحركة شعبية لما أحداث بتاع الجيش الأبيض والاسم شنو وتحركاتهم، كان في استجابة بطيء ولا أنت شايفه كيف؟ بالنسبة للتخريج بتاع الجيش الموحد، طبعا اعتبرناه خطوة جريئة جدا بالنسبة للحكومة بتاعتنا، لأنه نحن واقعين تحت سانكشنز لنا فترة، ما قادرين نلقى مساعدة عشان نخرج الجيش، والجيش تخريج الجيش الموحد جزء من البرنامج بتاع اتفاقية السلام، فكان لازم ننفذه. لكن لما الحكومة بتاعتنا لقت انه ما في مساعدة من المساعدين اللي كان ممكن يقفوا معنا والقرنتس، اضطرينا نخرج الجيش بدون سلاح، ولكن تخرجوا خطوة كبيرة جدا بالنسبة للحكومة بتاعتنا، بنعتبرها بلاس. الحاجة المهمة في انه الجيش ده بعد توحيده بعد تدريبه مع بعض بروح بتاعت مسؤولية، نحن بنتوقع انه الجيش ده يكون له تأثير كبير. لكن لغاية الوقت الحالي طبعا، وانا حضرت التخريج في ملكال، كان واضح من كلام المسؤولين انه حينتظروا لغاية ما يتم توزيعهم، وحيوزعون بالتفاوت، يشيلوا كتائب من على النيل ودوها بحر الغزال، من بحر الغزال استوائية، عشان الروح بتاعت الوحدة تكون فيه، ما أي وكل واحد يحس إنه هو بيهتم بمنطقته. لكن أهم حاجة اللي هو استتباب الأمن، فالتخريج بتاع الجيش ما 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 مسرحية، ده توحيد بتاع الجيش وتخريجه عشان يلعب دوره الكبير في حماية الحدود بتاعتنا. ده بالنسبة للجيش عامي. بالنسبة للبوليس، البوليس والشرطة أهميتهم أكبر، لأنه هم اللي بيساعدونا في استتباب الأمن الداخلي في المدن وفي المقاطعات وفي الأرياف، وطبعا المجموعات الأخرى بأدوارها، لكن البوليس مهم جدا لأنه هو ممكن يساعدنا في استتباب الأمن في وسط المواطنين. والجيش في الوقت الحالي الجيش ما يكون له تدخل
في أي مشاكل، الجيش لازم يحمي حدود البلاد عشان البلاد دي تستقر. فأنا بتمنى إنه الجيش الموحد ده يلعب دوره المناط به ويكون في استقرار وأمن في البلد. بالنسبة للسؤال الثاني، الحركة الشعبية هل في بطء في ده؟ لأنه الحركة بتاع الجيش الأبيض وتحركاته وتحديداته كان من فترة بعيد، فهل في بطء في مركز الحركة الشعبية وهي الحزب الحاكم للبلد، ويعني بإمكانه كان يدي قوات يقدر يحمي المواطنين الأبرياء؟ طبعا الحركة الشعبية حزب، والحركة الشعبية في شراكة مع أحزاب أخرى أو مجموعات أخرى، SPLMIO، سوا، FDs، وOPP. فنحن مجموعات خمسة في الحكومة. كثير من الارتكلز الموجودة في الاتفاقية بتتطلب انه البريزيدنشال بودي تاخذ مشاورات، فالسيد الرئيس ما بياخذ قراراته كلها كفرد لأنه بتحصل مشاورات، فدي مسؤولية موضوعة على عاتق كل الأحزاب المشاركة في الحركة الشعبية في الحكومة. ونحن بنحترم النظام ده لأنه ما عاوزين لأي سبب من الأسباب يتهمونا نحن بناخد قرارات برانا. فكلها تحت أمبريلا واحدة كحكومة بتاعت شراكة، وده الخلى السيد الرئيس يقول في كلام أنه حيطرح الموضوع للنقاش وحيتكلم برضو في مؤسسة الرئاسة عشان هم ياخذوا مسؤولية. لكن طبعا في ضياع الأرواح الناس ما بتنتظر، فنحن يعني بنشيد بالموقف وبنطالب برضو بسرعة في إنقاذ الأوضاع، لأنه الموت ده ما بيجيف ما دام الجيش الأبيض متحرك. يمكن أهم حاجة في الموضوع ده إنه المسؤولين من الجيش الأبيض ده وقته في إنهم يوقفوا الجيش الأبيض والما يسمى بالكجور والما بيطالبوا برؤوس الناس. يمكن دي الفضيحة اللي احنا واقعين فيها، فلو دي قيادات مسؤولة في البلد ما يحموا الكجور وما يحموا الجيش الأبيض اللي هي ميليشيات. هذا هو الوقت، ويمكن من قبله، فإنه نهتم بالجيش بتاعنا ونهتم ببعض وما نستفيد من الأحزاب والمجموعات بتاعتنا لزيادة الفرقة والحرب والدماء في وسط المواطنين. فالشراكة دي مهمة ونحن بنحترمها، لكن لازم تكون في سرعة جدا في إنقاذ أرواح المواطنين اللي بيموتوا كل ثانية. التطورات في أهل النيل ممكن يجر البلاد تاني لحرب آخر، لأنه دائما حسب قانون الفيزياء لكل فعل رد فعل، فهل ممكن ده في رأيك ممكن يجر لحرب؟ لو في شخصيات عندها نية مبيتة ما عاوز البلد تستقر ممكن يجروا البلد للحرب، لكن احنا ما حنسكت. كفانا الحرب، احنا دخلنا النضالات ونحن شباب وعمرنا كله تميناه في ميادين القتال لأنه كنا بنحرر البلد، كان عندنا سبب. لكن ما ممكن لغاية هذا الوقت ونحن في حروب، وما ممكن أطفالنا اللي ولدناهم وأحفادنا يخوضوا في الحرب. فإحنا ما حنسكت، حنتكلم وحنتكلم واضح وضوح الشمس، وحنلعب أدوارنا في كيف السلام والاستقرار يعم البلاد. إحنا ما فضل لنا شيء، اتكلمنا على الاتفاقية ومضيناها وقلنا حننفذها وبدينا التنفيذ. نحن عاوزين التحديات الخارج عن إرادتنا تأخرنا من تنفيذ الاتفاقية، لكن في إرادتنا نعملها نحن. آخر شيء اللي هو الرود ماب، الرود ماب ده لازم يتنفذ. نحن لو ما نفذناه وعندنا شنو تاني بديل؟ ومنو جاهز إنه يخش الحرب؟ ومنو جاهز إنه يهدر
الثروات الموجودة في البلد، ومنو جاهز إنه أهله يموتوا كل يوم بأسباب ما 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 واهية. فإحنا ربنا يعني استرنا من هذه النوايا السيئة، لأنه ما في أي شيء يفيد الإنسان إنه يخوض الحرب. فأنا بناشد من هذا المنبر لو في من قياداتنا بيولعوا نيران الحرب كما يحدث حسي في مناطق الشلو، أنا بناشدهم إنهم يغيروا رأيهم. والقائد أو القيادة أو المسؤول دائما فرحته وبسمته في استقرار منطقته، في استقرار أهله، في استقرار بلده. فإحنا ما حناخد الموضوع يعني بسيط، لكن حنلعب أدوارنا في تنفيذ الرود ماب، ونتأكد إنه نحن حنمشي لقدام. نحن في الحركة الشعبية دورنا كبير. أنا حسي ك government chief في البرلمان عملنا دور كبير جدا في إنه نحن وإخوتنا في الأحزاب الأخرى نتحدث مع بعض ونتكلم مع بعض ونشتغل مع بعض، وقدرنا نرسي دعائم التعاون فيما بيناتنا. وعشان كده يمكن الإعلام والشعب عارف إنه ليوم الليلة نحن يعني مررنا قوانين كثيرة جدا، ودي قوانين بحقودنا لبر الأمان، قوانين الأحزاب، قوانين بتاعة الأمن، وايلد لايف، بوليس، اس اس بي دي اف، ده كله عملناه. وبقعد مع أعضاء الحركة الشعبية كرئيس الكتلة وبتكلم معهم كتير، وعندنا كوكاسس قوية وبنتكلم عن دورنا في السلام. فنحن وزملائنا نواصل ونتعاون في البرلمان، ونتأكد أن البرلمان يلعب دور المناط في تنفيذ الرود ماب. فأي قيادة، أي مسؤول